بعد تعليق أعماله لمدة يوم واحد، مؤتمر الحوار الوطني يستهل أسبوعه التاسع بمواصلة عدد من فرقه النزول الميداني إلى بعض مؤسسات الدولة، وكذلك للقاء المواطنين في المحافظات، في حين تواصل الفرق الأخرى استعراض محتوى القضايا المطروحة على طاولة الحوار كالقضية الجنوبية. واصل فريق القضية الجنوبية أعمالها اليوم بمناقشة بقية الأوراق المكونات حول محتوى القضية الجنوبية، حيث تم اليوم عرض محتوى الشباب المستقل، وأيضا عرض المرأة، وأيضا عرض ورقة أنصار الله، وأيضا عرض أحد مكونات منظمة المجتمع المدني. وغدا ستواصل بقيه اوراق العمل، وهي ورقه سنقدمها احنا باسم منظمات المجتمع المدني، وايضا ورقه الحراك. فريق صعدة يواصل استكمال جذور القضيه حتى الوصول الى مناقشه المحتوى. اخر نقاش اللي وصلنا اليه في قضيه صعدة هو حول استكمال جذور قضيه صعدة، لكي ننتقل فيما بعد الى محتوى القضيه في بالاسبوع القادم ان شاء الله. لو قبل الانتقال الى محتوى القضيه لابد الاستماع من الاطراف، من وجهه الاستماع الى الاطراف التي كانت هي متنازعه هناك، اي الاطراف الرئيسيه في الحرب. بعض الفرق دعا عدد من اعضائها الى استمرار تعليق عضويتهم حتى تسليم الجناه في قضيه مقتل الشابين امان والخطيب. اذا فشل المؤتمر في القبض على قتله الشابين سيكون فاشل في اقامه الدوله المدنيه الحديثه التي نريد ان نخرج بها من المؤتمر. إذا المكونات رأت أنها تعيد العمل في اللجان، نحن كشباب مستقل نرفض العمل حتى تسليم القتلة والمقربين إلى الدولة، ولن نعاود العمل مرة أخرى في اللجان حتى تسليمهم. آخرون من أعضاء الحوار كان رأيهم مغايرا، حيث يرون أن استمرار عمليات التعليق تعتبر إعاقة للقضايا الرئيسية التي جاء المتحاورون من أجل وضع حلول لها. سبب التعطيل تأخير تسليم الجناه في قضية مقتل الشابين في عدن، ولكننا اتخذنا قرار الآن في فريق بناء الدولة أن نرفع خطاب لرئيس الجمهورية بحضوره عقد جلسة عامة طارئة، ووضع يعني منهجية مسألة الاحتجاجات، لأنه مسألة الاحتجاجات كل يوم كلما حصلت حادثة قتل الجوانب الأمنية تتراخى في مسؤوليتها، ونحن نوقف المؤتمر الحوار، هذا عرقلة واضحة وجلية لأعمال مؤتمر الحوار الوطني لا يستفيد منه الشعب اليمني. الحوار الوطني فرصة ثمينة للقاء الأخوة لحل القضايا العالقة وبناء جسور الثقة، وليس لتوسيع الهوة، لذلك فالجميع مسؤولون مسؤولية تاريخية وأخلاقية ووطنية أمام الأجيال في وضع عقد اجتماعي جديد يحافظ على اليمن موحدا آمنا مستقرا، ويفتح آفاقا واسعة لمستقبل ملؤه المحبة والإخاء والسلام والوئام. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.